إذن هذه حالة من مئات وآلاف الحالات التي يتعرض لها أبناؤنا عبر الإنترنت أو عبر الفيسبوك أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. عاصم، شفنا شو صار بهيدا الموضوع. هل أنت اليوم بتعتبر حالك شو حققت من خلال اللي عملته؟ بتصور حققت شيء كتير منيح ومبسوط كتير اللي عملته، مع أنه استفزني كتير الشاب، وبنفس الوقت بشفق عليه الطريقة اللي حيتصرفوا فيها معه، بس كتير استفزني الموضوع. حققت شيء منيح، الأهل حيصيروا يعرفوا يراقبوا أولادهم أكتر. طيب هو كيف تعرف عليك؟ كيف فات عليك؟ أوكي، القصة المزبوطة أنه أنا كنت في ماتش لتشيلسي وأنا بشجع تشيلسي كتير، حطيت البروفايل تبعولي عن الفوتبول شيء تشيلسي وعم بمزح أنا وأصحابي، عمل لي هيك اد كذا مرة، أنا صرت أعمل إجنور لأنه ما بعرفه، بس رجعت فكرت قلت ممكن حدا بيعرفني وأنا ناسي. نعم. سو عملت له رجعت اد وعم بحكي معه، حسيته انه ما مش قادر اتفاهم انا وياه وما انه رفيقي ولا بيعني لي. حاولت اطلع منه بكل ادب مع انه ما بعرفه، ما بحب اعمل بلوك لحدا ما بعرفه. كمل حكي وقلت اثبت حال انه قل له انه انا اندر ايج وما فيني احكي معك وتاخر الوقت. قلت له هالموضوع بهالطريقه، فزاد كثير الحكي تبعه له. عمري 35 سنه بفهم بهالاشياء، حسيته انه عم بيستدرجني لمطرح، كملت معه لاستدرجه. أعطاني رقم تليفون وطلب مني تلفن له. ما اتصلت فيه، قلت له أنا اتصلت فيك، قال لي لا أنت كذاب لازم تتصل فيي هلا. علبك صراحة طولي لأنه استفزني كثير، جاوبت بكلمات مشينة، قلت له أخذت رقم تليفونك وراح أقدمه للدرك أنا، وأنت هيك عم تتعاطى مع الأولاد الصغار أنا راح أعرف أتصرف معك، بس بكلمات مشينة بعتذر. نعم. تاني يوم قلت قدام اصحابي حد بيتي وحد النيو تي في انه انا بدي سلم هذا الرقم تلفن لل 112 وسلمه لل 112 او شيء هيك لدرك، قالوا لي لا بدهم يضحكوا عليك يمكن، تعال نعمل شيء تاني. وفي صديق لإلي ما راح اذكر اسمه بلكي ما بيحب. نعم. صديق للنيو تي في، حكي مع النيو تي في، اتصلوا فيه النيو تي في واتفقنا سوا على نكمل لا ما بعرف شو بسموه الاستدراج تبعولنا معه. نعم. كملنا الاستدراج ومثل ما شفتوا على الخط التليفون كيف حكي بأي طريقة، لكن اجت القوة الأمنية ولقطته. طيب اليوم هذه حالة من الحالات شفناها مع عاصم. في حالة أخرى اليوم يحكى أنها وقعت في إحدى مدارس الجنوب، أستاذ رياضة في العقد الخامس من العمر يتحرش بتلميذ من التلاميذ، وما بعرف قد ايه عمره التلميذ، 12 سنه يعني قاصر هو بالاجمال انه. نعم. حسب ولكن فيما بعد عم بيقولوا انه هذه الواقعه غير صحيحه، يعني بعد ما اكدوها رجعوا نفيوها. شو معلوماتك عنا انت بصفتك مندوبه الاحداث بمحافظه الجنوب؟ شو عندك معلومات حول هذا الموضوع؟ بصفتي مندوبه الاحداث في محافظه الجنوب اكيد بهمني انه اول شيء اشكرك على انه الاضاءة على هذه المواضيع يلي هي اليوم مواضيع كثير حساسه وبهمنا كثير المحافظه على السريه. نعم. فيها بالنظر ل يعني حساسيه الموضوع. الموضوع اذا بدي اقول لك انه نحن وصلنا اخبار بيقول انه في تحرش صار باحدى المدارس، ونحن مباشره تحركنا يعني بالتعاون مع النيابه العامه بالجنوب ومع قاضي الاحداث. نعم. المتمثل بالقاضي نادين القاري. هل تاكد هذا التحرش بالنسبه لكم؟ هلا في تحقيقات بعدها مستمره، التحقيقات بعدها ما توقفت. نعم. بس اكيد هيدا رح يبين يعني بنهايه التحقيقات، التحقيقات بتحدد كل شيء. أنا بهمني بالدرجة الأولى هلأ بما أنه حضرتك استضفتنا أنه نضوي على هذه النقطة ونقول أنه اتحاد حماية الأحداث بلبنان عم يلعب دور كتير مهم بهذا الموضوع بالذات، لأنه هو أدي في لفلفة بتصير بهالمواضيع، يعني أدي في قوى سياسية فاعلة تقدر يعني تعمل نوع من الضغط وتلفلف مواضيع من هذا النوع. بالنظر لحساسية الموضوع يعني مش بس هي القوى السياسية الفاعلة، بس حتى الأهل، ومثل ما عم قلك يعني في سمعة مدرسة بالآخر. نعم. في سمعة أستاذ، في تلاميذ، في مدرسة طويلة عريضة فيها مجموعة كبيرة من الطلاب، رح يصير في خوف عند الأهل إنه إذا هن بدهم يبعثوا أولادهم على المدرسة أو إلى آخره. فمش بس القوى السياسية اللي بتلعب دور. نعم. كمان الأهل بطبيعة الحال من خوفهم من الفضيحة ما قالوا كتير مصلحة بأنه يحكوا بهيدا الموضوع. بس أنا هون بقول بتمنى على كل حدا بيعرف بقصة التحرش انه ما يتردد ابدا وانه يتصل فينا ونحن رح نتابع هذا. طيب الموضوع ما المشكله انه عم نعرف انه ما يتردد يتصل فينا، بنشوف انه عم بتصير اتصالات بعدين الامور عم تتلفلف.
لا ما في امور. اوقات بيخضعوا يمكن الاهل لتهديدات معينه، لضغوطات معينه ليسحبوا اقوالهم. نحن دائما بندعم الاهل وبندعم الطفل اذا بدك المتحرش به جنسيا، هو طفل اكيد ضحيه، وبنفسر له انه انت من خلال تبليغك اللي عم بتقوم فيه هو عمل كثير كبير. قد ايه عم بتلقوا اخبارات اذا فينا نقول عن حالات مثيله عم بتصير بالمدارس بلبنان او باماكن بيتواجد فيها اطفال بلبنان؟ يعني ما فيني اقول لك النسبه، هي اكيد مش بالمستوى اذا بدك المطلوب. يعني التحرش الجنسي هو موضوع صار اليوم هو قديم. اليوم اكثر صارت الناس عم تحكي فيه، بس في نسبه بنعتبر بالنظر للنسب القديمه السابقه يعني اكيد هي نسبه كثير متدنيه ولا لا؟ ما لنا متدنيه، متصاعد بالعكس. وهذا معنا على الهاتف مباشره الاستاذ بسام فخوري، محامي استاذ الرياضه المتهم باغتصاب تلميذه في احدى مدارس الجنوب. استاذ فخوري مساء الخير. مساء الخير استاذ توني، كيفك؟ ماشي الحال. ما حقيقه هذا اللغط الذي يدور اعترافه من ثم تراجع؟ استاذ توني، اولا المحقق امبارح اخلي سبيله للموكل. نعم. اثنين، ما في اغتصاب ولا في موضوع تحرش ولا في كل هالتفاصيل هاي. نعم. في تفاصيل، في معلومات مغلوطه نقلت لوسائل الاعلام وانحطت بالجرايد من يومين، موضوع انه قاضي التحقيق بالجنوب اصدر مذكره توقيف وجاهيه وحقق معه. نعم. وهذا الموضوع مش مضبوط يعني. اثنين، استاذ توني هو راح بنفسه على بعد ما طلب الى التحقيق، راح شخصيا ليثبت براءته، وجرى توقيفه من قبل النيابه العامه الاستئنافيه لتوضيح المساله هاي لانه مساله حساسه، واحيل الى القاضي المفرد. طيب ما هو الهدف من يعني من الافتراء على استاذ بهذا الشكل؟ يعني شو مصلحته؟ هذا التلميذ هو واعي، يعني منه تلميذ بعمر صغير مثل ما راح نشوف بعد شوي بمدرسة الفيدار، انه يمكن غير قادر بوعيه انه يدلك على الحقيقة. هيدا ولد بيقدر يقلك انه صار معي كذا كذا كذا. انه شو المصلحة برأيك بهيدا الموضوع؟ استاذ توني اولا الولد عمره 12 سنة بالمدرسة، في 500 واحد غيره. نعم. يعني في 500 طالب، يعني اذا اليوم طالب واحد بده يروح يتشكى على استاذ ويقول عمل معي 1 2 3. نعم. بيكون موضوع يعني مستغرب، يعني لو كان التحرش بيتحرش باكثر من شخص. نعم. بس استاذ وردني هلا. نعم. من مخفر حبيش انه الاستاذ الرياضه لا يزال موقوفا بمخفر حبيش حتى اللحظه. اخلي سبيله امبارح بموجب قرار صادر عن القاضي المفرد الجزائي في صيدا. وينه هلا؟ هلا موجود بنظاره صور ليحال الى الامن العام اداريا. بعده بالنظاره يعني، بعده موقوف، لانه كونه فلسطيني الجنسيه لا يخلى سبيل الاجنبي الا بعد مراجعه الامن العام. صدر قرار من القضاء اللبناني امبارح الساعه 2 الظهر باخلاء. نعم. سبيله. طيب هل صحيح سبيل هلا موجود؟ هل صحيح انه هذا الشخص محسوب على فريق سياسي معين؟ ابدا. او المدرسه محسوبه على فريق سياسي معين حاول الضغط على اهل الولد ولملمت الموضوع وضبضبته مثل ما بيقولوا على الطريقه اللبنانيه؟ ابدا استاذ توني، هذا زلمه انسان محترم معروف بين زملائه. نعم. وعنده اولاد وعنده سمعه وصار اكثر من سنه بيعلم وما عنده ابدا هالحركات هاي، وبنتمنى انه هالموضوع اساسا هلا المحاكمه ما خلصت ويطلع حكم ببراءته، فمشان ما نظلمه نحن هلا على شاشات التلفزيون. نعم. ونحكي عنه بالتفاصيل هاي. لا لها سبب، نحن ما ذكرنا لا اسم ولا مدرسه ولا اي شيء من هذا القبيل ابدا يعني. صحيح. فنحن لانه هذا حتى جنسيته حضرتك ذكرتها مش نحن. نعم. هذا الانسان بريء، هذا الانسان اخلي سبيله امبارح والمحاكمه لا تزال. طيب ما الدافع برايك ما الدافع لانه انسان يتهم شخص اخر بعمليه من هذا النوع؟ شو الدافع؟ نحن هلا بدنا نشوف الموضوع شو سببه امام المحكمه. نحن سنطلب استدعاء ولي امر الطالب والطالب لاستماعه مباشره امام القاضي. نعم. ما تم الاستماع لهم لحد هلا بعد؟ لا ابدا، وما في ادعاء شخصي بحقه ولم يحضروا الى المحكمه حتى. طيب نحن رح نتابع هذا الموضوع على كل مع حضرتكم للوصول لنهايته ولنشوف كيف ستنتهي هذه الامور. شكرا لك استاذ بسام فخوري، محامي استاذ الرياضه المتهم باغتصاب تلميذه باحدى مدارس الجنوب. وننتقل مباشره الى موضوع شغل الراي العام منذ فتره، يعني منذ فتره اكثر من شهر تقريبا، هذا الموضوع يتداول. بلش بالاعلام ثم يعني انتقل تدريجيا لياخذ الذروه عبر ظهور ابو الولد في الاعلام، واتهمكم مباشره انه حاله الاغتصاب
تمت بمدرستكم وانتم استعملتوا نوع من البلطجه لانكم تقمعوا او تخفوا الحقيقه. خلينا نتذكر بالصوره شوي بعض اقوال الوالد اللي حاولنا انه يكون معنا ليلي ولكن خطه مقفل ما بعرف ليه. هو ابني بمدرسه الفدار الرسميه من شهرين تقريبا صار معه حادث. بقول لحضرتك بالتفصيل شو صار. فات على التواليت وحس بألم وهو بالحمام. جيت عم غسل له صار يصرخ يا ماما بابا يا ماما بابا. قالت لي اخذته انا صرت غنجو يا حبيبي يا روحي ايش في خبرني زين شو في شو صار. صار يخبرني شوي شوي. قال لي يا بابا بالحمام بالمدرسه انا وعم بعمل عن نونو في ولدين عملوا لي الثياب لتحت وحطوا اصبعهم بالعيب. ثاني يوم الصبح نزلت على الدرك خبرتهم القصه هيك 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 بالتفصيل. قالوا لي بدك تجيب لنا تقرير من طبيب شرعي ورحنا لعنده واعطينا تقرير رحت فيه على الدرك. وصلت على الدرك كنا تقريبا يعني حوالي قرب الولد يطلعوا من المدرسه. ففوتنا قعدنا مع حضره المديره اللي نفت تماما انه مش ممكن يكون شيء صار هيك بالمدرسه عندي وكذا والاخبار كذا. فقالت لي بدي اشوف الطفل بدي اتفرج عليه. قلت له تفضلي شفيته. قالت له انا بدي اعرضه على حكيم. قلت له ما عندي مشكله بس طبعا حكيم شرعي. بعد شوي بيقولوا انه المديره قالت انه فرصه الكبار ما انا مع الصغار. قعدت شو بتقول لمعلمه الفرنسي الحق علي خليت فرصه الكبار والصغار مع بعض. أنيسة سولانج باسيل مديرة مدرسة الفدار. هيدا الوالد طبعا في اتهام مباشر وكأنه أنتوا عم تخفوا موضوع ما حقيقة الاعتداء جنسيا على هذا الولد بمدرسة الفدار الرسمية؟ أول شيء بحب أقول لك بونسوار مسيو توني وحيي الجميع وبشكر محطة النيو تي في اللي أفسحت المجال لإلي إني أقدر أطلع برد أو توضيح حول هالقصة اللي تناولتها وسائل الإعلام بعض وسائل الإعلام اللي بدعوة ضد المدرسة بتعرض تلميذ لتحرش جنسي. أكيد بدنا نتفاجأ لأنه يعني شيء لا يصدق. مش لا يصدق ليش انه لا يصدق؟ لا يصدق يعني نحن ما عم بنقول انه مديره المدرسه تحرشت او استاذ بالمدرسه تحرش. عم بيقولوا انه ولدين. يعني شو ضوابطكم تقدروا تعرفوا اذا في ولدين فاتوا على الحمام مع هالولد ولا لا؟ مش لا يصدق يستبعد لعده حتى اسباب. حتى يستبعد ما فينا نحطها لعده اسباب. اول شيء هن ولاد صغار هو بالبتوتي جاردا ومفصولين عن الكبار هن طابق ارضي. عم بتقول مثل ما ذكرت الوالده انه معلمه الفرنسي قالت حق علي خليته مع بعض. خطأ. لا لانه استجواب معلمه الفرنسي كان قدامي حتى نحن استجوبنا كليا وتعرضوا تلاميذ للتحقيق. يعني التحقيق بلش مباشره بمقفر جبال بما انه التلميذ قاصر بده بإشارة من النيابة العامة مكتب الأحداث ومكتب الأحداث كمان لأنه الطفل قاصر ما بيقدر يعبر أو يتعرف أو يصرح يعني بحرية التعبير تكون عنده. قد عمره الولد؟ بحزيران بيصير عمره 4. طيب منه قادر يتعرف على ولد إذا مثلا هو ما زاله متذكر حسب ما قال الوالد إنه فاتوا معه ولدين على الحمام ووضعوا إصبعهم بمكان حساس. طيب ما زالوا فايق على هذه الصورة. كمان السؤال موجه لست حياة. يعني الولد اللي فايق على هذا المشهد مش معقول يكون فايق على صورة أو وجه الولدين اللي دخلوا وعملوا معه هذا العمل؟ أنا هو بدي أقول لك استستوني أنه أكيد هذا التحقيق هو صار بوجود مندوب الأحداث وبوجود يعني المحققين هن أشخاص متخصصين. نعم. وبيحققوا مع الطفل بغرفة سرية وبيكونوا يعني لابسين ثياب مدنية وبيحققوا معه بطريقة كتير فيها اختصاص. نعم. إذا بدك تفاصيل يعني أو معلومات أكثر كل اللي فيه أقول لك إياه أنه التحقيقات بعدها مستمرة
ممكن كثير يمكن نتيجة خوف أو ما بدي هلأ أقعد أنا حلل. بس طب هل هناك من خلاف شخصي ست سولانج مع والد الطفل؟ لا بالعكس، في إشكال نو بالعكس، بفترة التسجيل هو إجا مباشرة عم بيسجل. أنا بالاختبار إنه التقليدي بالنسبة له مش مواد كتابية يعني شفهيا وهيك، هو سأل قالنا وحتى رجع عاد الجملة بمغفر جبال، قال أنا سألت عن أحسن مدرسة بالمنطقة حط ابني، قالوا له بتوديه على مدرسة الفيدات عند سولانج باسيل. أنا مني عم دافع، مني متهمة لأنه التحقيق ما خلص، أنا عم بجري حقائق، عم بضوي على حقائق حصلت. دعا أنه في متعرض ابنه لتحرش جنسي، تحقيق المدرسة والهيئة التعليمية والتلاميذ ككل مفتوحة للتحقيق، والمحققين كل ما يفوتوا على المدرسة حتى بلباس مدني وبمهنية يعني جدية وبتخصصية بحضور كمال المرشد. طيب شو مصلحتهم؟ يعني حتى زملائنا بالام تي في لما كانوا عم بيعملوا هيدا الروبورتاج قالوا انه هني كمان فريق عملون تعرض لنوع من الاعتداء والمنع والبلطجة حسب ما وصف، ومنعوا من القيام بواجبهم لنقل الصورة الحقيقية. ليش منعتوا الاعلام اذا انتم هالقد ابرياء؟ لو عرفنا انه اعلام شابو بالا لهم، لو كان في لوجو لوسيله اعلاميه او لمحطه اذاعيه كمان شابو با، او كان بيحملوا بحوزتهم ترخيص او اذن بالتصوير او بمقابله او بكشف او باجراء اي بحث علمي رياضي بنيه تحتيه، نحن بنسهل الامور وعندنا اعاز من الوزاره كل من يحمل ترخيص. شو صار يعني فايتين بشكل؟ ما فيتوا على بوابه المدرسه ساعة الانصراف، أنا برفق تلاميذ وكمان الناظر على البوابة بيكون فيين، فوجئنا بمصور يحمل كاميرا كبيرة. سألت مسيو شو عم تعمل؟ مين عم بتصور؟ ما بدون رد، كاميرا مان شو عم بتصور؟ مين حضرتك؟ ركض على السيارة. الأساتذة بانصرافهم والناظر اللي بيراقب التلاميذ لخروجهم للأوتوكارات لوسائل نقل وأهاليهم، بريف بيسألوا يا مسيو هي مؤسسة رسمية يعني عندك إذن؟ حاولوا ياخذوا الكاميرا منه تليسنوا بالحكي. وبآخر إنه يعني تعرض لاعتداء وفي نوع من الضرب يعني كأنه لا تعرض لضرب. لا مسيو توني لا، لأنه الأساتذة اثنينهم عم بيحاولوا يحكوا برواق، بيقولوا له حتى انا سمعت صوت استاذ بيقول له انت امام مؤسسه رسميه. نحن اليوم موجودين بالام تي في، يعني نحن عم نصور باحدى استوديوهاتها، وشباب المصورين عم يمولي من وراء الكاميرات عم بيقولوا لي بلا تعرض للضرب. لا احنا موجودين حوالي. لا انا ما شفت تليسنوا لانه سمعت الصوت وتليسنوا والاساتذه موجودين، وانا شخصيا رجعت اتصلت بالرقم اسمه جو بدون علم انه هو معد وبيقدم البرنامج. قلت له مسيو انا بدي احكيك، لو معك كان تصريح تكرم عينك يعني تفضل، ما في امنع، بس شخص غريب حامل كاميرا كبيره الحجم بدون اي اذن بدون اي يعني. طيب هيدا الموضوع الاعلامي، خلينا نرجع على الموضوع الاساسي اليوم. هذا يعني قبل ولا يعني بي الولد معه تقرير طبيب شرعي بيقول انه ابنه متعرض او تعرض للاغتصاب للتحرش الجنسي، يعني هيدي مؤكده بفتره 24 ساعه، يعني بهالفتره الزمنيه الصبي مفروض يكون فيها داخل المدرسه. طيب كان عندنا داخل المدرسه 6 ساعات، وتقرير الطبيب الشرعي بيقول انه التعدي تم لا يتعدى بالتوقيت ال 24 ساعة. نعم 6 ساعات قاعد من الساعة 8 للساعة 2 الا 10 عنا. انا ماني عم بنفي ولا عم بنكر ولا عم انا عم بوضح الامور. اذا كانت صايرة بالمدرسة يعني بهمني كثير اعرف، لانه في تدابير تتخذ بحق الفاعل، وإذا كانت برا كمان القضاء بيعطي حق وبياخذ القرارات والإجراءات اللازمة.
بدي اتشكرك ست سولانج باسيل مديره مدرسه الفدار الرسميه، كمان مدام حياة حمود مندوبة الأحداث في محافظة الجنوب، وأستاذ بسام فخوري اللي كان معنا باتصال مباشر، والسيد عاصم زيدان اللي كان كمان موجود معنا واللي ساهم بكشف هوية المتحرش عبر الإنترنت بالأطفال.